أرحب بحضراتكم وأسعد دائما بهذا اللقاء الذي يتجدد بكم ومعكم دائما ودوما في طريق الخير في برنامج أما بعد. وهذه حلقة جديدة ألتقي فيها بفضل الشيخ أحمد ممدوح من أبناء الأزهر الشريف. فدعوني أرحب به في البداية. فضل الشيخ أحمد أهلا بك. أهلا أستاذ حسن ومرحبا. ما أجمل وما أحلى وما أروع أن يشملك وأن يشملنا هذا النداء. نعم. يعني نداء يا أيها الذين آمنوا. الله. النداءات في القرآن الكريم وأن تأخذ أو يعني أن تضمك هذه القائمة المهمة يعني وتأخذ هذه الصفة أن تصبح من الذين آمنوا وينادي عليك الله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ وقبل أن ندخل في هذه التساؤلات نستفتح دائما بالصلاة على خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب مثلت نفسي أقف بروضة حبيبك الشريفة وأقول لخير الرسول وأكرم الرسول وأتيت بابك سيدي ومكثت أدعو الله دون ترددي، فرأيت أني في أعز سعادة وبأن كل الخير أضحى في يدي. أنا لست أخشى ذلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الفقر أو كيد العدا، وأنا المقيم هنا بباب محمدي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة ترضيك يا ربنا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. النداء الموجه من رب الأرض والسماء إلى من؟ إلى الله، إلى عباد الله المؤمنين. موجه من الله جل جلاله إلى عباد الله المؤمنين، هذا اصطفاء واجتباء واختيار من الله عز وجل. لمين؟ للمصطفين الأخيار، سيدنا عبد الله بن مسعود. ويمكن اتكلمنا في هذه النقطة قبل ذلك في حلقة مع حضرتك أستاذ حسن، كان يقول لنا إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك. انتبه، خلي بالك الخطاب ده موجه ليك. ربنا اصطفاك من جملة العالمين عشان يوجه لك الخطاب ده، ربنا اختارك عشان يوجه لك الخطاب. فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وكل أوامر ربنا فيها الخير لنا، فيها دفع الضر عنا. ولذلك إحنا الذين يوجه لنا الخطاب لابد أن ننتبه إلى هذه التوجيهات الربانية وهذه التعاليم الإلهية كي نفوز وننجح ونفوز بسعادة الدارين الدنيا والآخرة. لو نظرنا مثلا إلى بعض النداءات في القرآن، والنداءات الإيمانية في القرآن كثيرة جدا. يعني لو بدأنا مثلا من سورة البقرة. من سورة البقرة أول نداء، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ده أول نداء موجه إلى عباد الله المؤمنين في كتاب الله رب العالمين في سورة البقرة. هذه الآية لو وقفنا عليها نجد أن الله عز وجل يوجه الخطاب لمن؟ قلنا للمؤمنين طبعا. يوجههم بماذا؟ بتعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يعني أول نداء آمنوا بتعظيم جناب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمله من نداء. الله. وخلي بال حضرتك الصحابة هم أعرف الناس بقدر النبي، ما كانوا أبدا يستقلون بقدر النبي، كانوا يعظمونه صلى الله عليه وسلم أشد تعظيم. وشرف الصحبة يا الله، لذلك كل الصحابة عدول. نعم كل نعم. سادتنا الصحابة عدول، نالوا الشرف الصحبة. زكاهم الله والمعصوم أدبهم، أولئك القوم أطهار وأبرار. زكاهم الله والمعصوم أدبهم، أولئك القوم أطهار وأبرار. رضي الله عنهم. لذلك سيدنا السيد البدوي يقول في صلاته المعروفة اللهم صل وسلم على نور الأنوار صلى الله عليه وسلم وترياق الأغيار صلوات الله وسلم ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. الأخيار الله، ما هم اختيار من الله عز وجل،
وبرضو الصحابة علمونا أن الله عز وجل اطلع على قلوب أهل الأرض فوجد أن كان قوم قلبا مين؟ قلب سيدنا رسول الله، فاصطفاه الله عز وجل لحمل رسالته. ثم نظر الله عز وجل إلى قلوب العالمين فاصطفى قلوب أصحابه لاتباعه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. نرجع مرجعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. قلنا الصحابة كانوا بيعظموا سيدنا النبي وعارفين قدر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جيدا، ولكن في جملة الأمور العادية والعامية بتحصل كلمات يعني متعودين عليها في حياتهم، وكان من عادتهم إن هم لما يتكلموا مع حد، مع الأستاذ حسن، مع فلان أو أي أحد من أصحابهم، يقولوا إيه؟ أرعيني سمعك. هنقف عند النقطة دي، أرعيني سمعك. نعم. إيه معنى هذه الجملة أو ما هذا الفعل معناه إيه؟ وما الذي يجب أن يكون يعني بعد أن نزلت هذه الآية الكريمة بهذا النداء للمؤمنين؟ نروح للتقرير اللي معنا دلوقتي ونرجع لحضراتكم. مؤسسة نبض الحياة جاية النهاردة بفضل الله عز وجل توصل أمانات لأهالينا الطيبين أصحاب الحاجات الشديدة جدا، وأهم حاجة عندنا في حياتنا أكيد المية. والناس اللي عارفة فعلا قد إيه قيمة العمل الصالح هي اللي بتتمنى أماني أخروية، ودايما بيكون لهم نصيب من دعاء ربنا سبحانه وتعالى واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. مؤسسة نبض الحياة كانت في المكان ده بالظبط تحديدا هنا من أيام. كانت بتعمل إيه؟ كان بتتابع حفر البير، وأنا كنت موجود هنا كذلك. كنا بنشوف موضوع آلية حفر البير، الاتساع بتاعه شكله عامل إزاي، نطمن على العمل اللي هنقدمه لربنا وسيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء العمل. هل العمل ده لما يعرض على ربنا أنا هكون راضي ولا لأ؟ ومن هذا المنطلق مؤسسة نبض الحياة قبل العمل وأثناء العمل وبعد إنجاز العمل، مؤسسة نبض الحياة بتكون موجودة على أرض الواقع، فنيين، إداريين، كل واحد في تخصصه، حتى علماء مؤسسة نبض الحياة كلهم بيكونوا موجودين وقت الإنجاز، وإن فعلاً البير ده داخل حيز التشغيل ولا لأ. النهاردة يوم بقى مختلف تماماً، يوم كله إنجاز، يوم كله فرح. ده العمل اللي حضراتكم شفتوه وإحنا لسه كنا بنحفر لسه البير ده. ده المنظر الأخير للبير، طبعاً تحته الغرفة اللي حضراتكم شفتوها ساعة ما كان العامل بيطلع الحجارة والرمال بالمقطف من تحت الأرض ويرميها فوق الأرض. ده المنظر النهائي. هنا تقدر تقول بكل أريحية مؤسسة نبض الحياة شعرها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل قبل، أثناء، بعد، المتابعة حتى نرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم، ورجعنا بعد التقرير، وعايز أروح للي احنا يعني النداء هنا. نعم. وهذا الفعل المعنى إيه؟ وكانوا بيقولوه زي لبعض، وإيه اللي ما الذي حدث بعد ذلك؟ طيب، لازم نفرق ما بين يعني يمكن لما مثلا حد بيدخل على حد مسؤول معين أكيد بيبقى في أسلوب، في سياق معين، لازم حفظ المقامات موجود. طبعا طبعا طبعا، فربنا سبحانه وتعالى لكل مقام مقال ولكل حادث حديث.
ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الحديث كمع غيره. ولذلك في آية تانية ويمكن ربنا سبحانه وتعالى استفتح بها سورة الحجرات، يا أيها الذين أمنوا إيه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واللي بعدها الآية اللي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان من جملة التعاليم اللي بتنظم كيفية العلاقة والآداب اللي المفروض إن إحنا نتعامل بها مع سيدنا النبي هذه الآية، لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا. كانوا متعودين يقولوا إيه؟ أرعيني سمعك، أرعيني بصرك، فانتبه ليا شوي. هذه الكلمة كانت سبة، وفي التفسير وعلماء التفسير وأسباب النزول اتكلموا فيها في أقوال كثيرة. كانت سبة عند اليهود. كانت إيه؟ سبة. سبة عند اليهود. أو منقصة. منقصة عند اليهود. واليهود كانوا يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرهم والعياذ بالله. حاشاه صلى الله عليه وسلم وهو الكامل في أخلاقه، الكامل في عباداته، الكامل في أقواله صلوات الله وسلامه عليه. فاتخذ اليهود هذه الكلمة فرصة، قالوا إيه؟ أنتوا بتقولوا للنبي كذا، دادية اللي احنا كنا بنقولها في سرنا. فنهاهم الله عز وجل أن يتقولوا بالأقوال التي يتخذها هؤلاء لينتقل منقصة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الأمر لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الله، أدب جم. والصحابة كانوا حريصين على دقائق، كانوا بيلتزموا، مجرد الأمر ما يجي لهم خلاص سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سياق القرآني سياق معجز، سياق آسر. نعم، يا جمال القرآن. الله، ويا جمال بيان سيدنا النبي. وخلي بال حضرتك الخطاب مش موجه بقى للصحابة اللي كانوا يعني زكاهم الله وجعلهم ممن رأوا رسول الله أنعم عليهم بالرؤية، لا، لكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولم يره. نروح للفصل قصير ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم ورجعنا من الفاصل عشان نروح لتقرير بقى. التقرير هنشوف فيه مزيد من التفاصيل، مزيد من زوايا الرؤية. يعني علماء النقد دايما يقولوا لنا خلوا زاوية الرؤية بتاعتكم زوايا مختلفة للنص، فنشوف الصورة، نشوف المشهد، ونشوف زوايا مختلفة. كل زاوية بتكسبنا معرفة، والمعرفة بيتولد عنها سلوك أو تصرف. فيا رب تكون معرفتنا دايما معرفة خير وحب للخير، عشان السلوك والتصرف يبقى دايما في طريق الخير. هنروح للتقرير ونرجع لحضراتكم، خليكم معانا. طبعا احنا كنا بنعاني من الميه، وانا واسرتي بالكامل، طبعا 3 اولاد عندي، والميه ديت طبعا روح الحياه نفسها. ومؤسسه نبض الحياه نشكرهم جميعا ان هم قاموا بالعمل على اكمل وجه وجابوا لنا الميه بنستفيد بيها احنا واولادنا والزرع اللي حوالينا ذاتي. فيعني بنشكر المؤسسه. وطبعا مواقف كثيره بتحصل للواحد هو بيروح يملى الميه، فدلوقتي احنا خلاص يعني المياه بقت متواجدة عندنا، فبنقدر بنعمل منها كل حاجة اللي احنا عايزينها وبنغطي بها احتياجاتنا لمدة سنة كاملة. شكرا لمؤسسة نبض الحياة ونشكركم جميعا. اليوم الحمد لله لما فيها بيار في رحمة من عند ربك ومن عند الملادمين، ولين كل الحسنات ربك استجابن، ولين كل الحسنات مش كلام فارغ يدير لك عش، يدير لك اني ما ينفعش علينا اني علينا مثلين. البير دايت ملي طبعا نقدمهم المكثف عربية 10 طن تيجي تكب جوا البير، تمام، ونظف نبقى نملو هنا نملو الجركن ونبقى نشربه ايه منه. ساعد ما عملنا البير ده والله استريحت اخر راحة. طبعا اللي يجي يملى منه ما نقدرش نقول له لا ما تاخدش مية، يجي يملى جركن جركنين ياخذهم يمشي ودي الجرن دجار، يعني لا أساس الأجار، جركنين 3 نقول له تعالى أملأ
خذ مية واسقي عيالك واغسل اغسل بيها واشرب والحمد لله أنا عملنا بعض. جزاهم الله خير، بارك الله فيكم واجعله في ميزان حسناتكم، وكل من ساهم في هذا البر ولو شيء بسيط له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وندعو له في كل وقت يا رب. وكل شربة مية ندعو لكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله يكرمك. أهلا بحضراتكم، وإحنا بنتكلم عن الخير وبنتكلم عن مشاوير الخير وخطوات الخير، ما هو ده عقب النداء بيستجيب القلب. نعم، الاستجابة بتيجي من القلب. استجيبوا في الخير، في الخير، في الخير وفي كل حاجة حلوة. الاستجابة ما بتجيش من العقل، من القلب، بتيجي من القلب. من القلب، القلب الأنهي، أنهي قلب؟ الحي اليقظ. ما هو ده برضو من جملة النداءات في القرآن، القلب اليقظ، اليقظ والقلب العامر بالإيمان، فعامر بالرحمة. كيف يعمر القلب بالإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، ده بقى ده أمر إلهي. استجيبوا لمين بقى؟ لله. ده النداء للذين آمنوا برضو. يا أيها الذين آمنوا، احنا لسه بنقوله في نداء للمؤمنين. احنا رحنا من سورة البقرة لسورة الأنفال. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، احنا في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى نستلهم من الله العون، ونستلهم من الله المدد، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا بطاعته. آمين يا رب العالمين. القلوب، القلوب الحية واليقظة والتي تتنبه لما فيه الخير لها في صلاحها في دنياها وأخراها، هذا قلب حي، هذا قلب مشرق بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبارك في قليله، وهو إليه بكل خير أسرع. أما القلب والعياذ بالله، القلب المظلم، والحقيقة يعني دايما بنلاقي كده إيه، أحيانا الظلمات بنبص للظلمات، ممكن ننتقل من الظلمات إلى النور، زي مشهد أنا شفته في البير. وهنرجع تاني، ما هو البير بس محتاجين إن إحنا نقف عنده في التقرير اللي فات، لأن في مشهد ياريت ياريت نبص له بعين الاعتبار، اللي هو مشهد ظلمة البئر. ودي نقطة برضو يمكن كنت هتكلم برضو عنها، وفكرة ان المية لما بتملى البئر خلاص راحت ظلمة هذا البئر، فبالتالي تمتلئ الرحمة او تمتلئ القلوب بالرحمة، فيستنير القلب او ينير القلب، وينعكس ذلك حتى على 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 الوجه وعلى وتنفرج هذه الأسارير. خلينا نروح للتقرير اللي معانا الاخير ونرجع لحضرتك. وعلى الله نتوكل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النهاردة موجودين مع حضراتكم في صحراء سيدي براني، بنستلم دفعة جديدة من الآبار التجميعية لمياه المطر، وبنبدأ ببئر السيدة نادية محمد محجوب اللي ربنا أكرمها وكان لها النصيب الأكبر بعمل البئر دي، وإن هي تهديه لإخواتنا وأهلنا هنا. بنقول تقبل الله عملك وجعله في موازين حسناتك، وجعل هذا العمل شفيعا لك يوم لقاء الله. مؤسسة نبض الحياة بتقول للحاج محمد الغازي هديتك وصلت للمستحقين هنا في صحراء براني، وبالفعل هديتك البير ده دخل حيز التشغيل وأصبح أهل المكان بيستفادوا منه. مؤسسة نبض الحياة بتقول لحضرتك وأهل المكان هنا كمان بيقولوا لك جزاك الله خيرا، وربنا يكرمك ويبارك فيك ويجعلهم زين حسناتك، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا العمل سبباً في دخولك الجنة، وأن يسقيك الحبيب صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبداً. اللهم أمين، اللهم أمين. أمانات الناس دي أمانة في أعناقنا احنا، وشايلينها على كتفنا، وبنيجي نسلمها لأهالينا في مطروح هدية جميلة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وهو الذي ينزل الغيث.
أهلا بحضراتكم. والمشهد الجميل الحلو الرائع ده اللي مندوب المؤسسة واللي بيستلم البير وعناصر وأطراف مهمة جدا سعداء، وطبعا السعادة الكبيرة قوي عند اللي بادر وكان سباقا وعمال يتحفر البير وانه شاف البير بتاعه. والله بجد يمكن الحياة لما اتكلمت على الظلمة لان فيها عامل مشترك وفيها قاسم مشترك. أيوة. ما بين حياة الانسان اللي عايش في قلب الصحراء وبيعاني بشكل يومي وشكل متكرر هيوفر المية لنفسه ولزوجته ولأولاده ازاي، وبين ان بعد وقت مثلا او بعد ادعية كتيرة جدا ودعاء يرتفع الى عنان السماء ان ربنا سبحانه وتعالى يبعت له اللي يحلله ازمته، فنلاقي الظلمة ديت اتحولت لنور. وانا بتخيل ظلمة البئر دي لما سيدنا يوسف عليه السلام القي في الجب، وبعد شوية كده وجاءت سيارات فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال ايه؟ يا بشرى. يا بشرى، هو البئر ده البشرى لاصحابه، البئر ده البشرى لفاعله، البئر ده هو السعادة وهو النور بعد الظلمة. بيسد احتياجات. لا ده مش في الدنيا بس، ده هو بيسد احتياج، فهو نور حياتهم. نور حياتهم، وده حضرتك شايفه في الابتهاج والفرح والسعادة على أخونا الطيب المبارك اللي هينتفع ويستفيد بالبير. نور حياتهم إن عامل شوية زرع في ريحه بيسقيهم من مية البير. نور حياتهم في إن طفل بسيط جدا صغير عنده 3 أو 4 سنوات هيروح يشرب مية مش ممكن يقعد طول اليوم عطشان ونفسه يشرب مية ومش قادر. الحرمان ده والمعاناة دي ظلمة. ظلمة سامحني لسه موجودة كتير، وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالناس الطيبين والخيرين من المحسنين اللي بيرتجون رضوان رب العالمين، وقدرنا نعمل بير واثنين وثلاثة ومية ومتين كمان وأكتر من كده بفضل الله سبحانه وتعالى في مسيرة الخير اللي بتقوم بها مؤسسة نبض الحياة في على طول على امتداد الصحراء لغاية السلوم. ولكن المسيرة ما انتهتش، لسه الظلمة ديت موجودة عند ناس تانية، فمحتاجين ان احنا نقشع هذا الظلام ونزيل هذا الظلام والنور والفرح ندخله على اخواتنا واهلنا، ينور ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا، ينور ربنا سبحانه وتعالى بحياتنا، ينور ربنا سبحانه وتعالى بقبورنا. ايوه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الصدقة تطفئ عن اصحابها حر القبور، وفي لفظ تنير القبور. يا رب يا رب اللهم يا رب. يعني الاتصال دائما والتواصل من خلال الخط الساخن لمؤسسة نبض الحياة 15 740. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ احمد الدكتور، ونلتقي دائما على كل هذا الخير. دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.